بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتورة شيماء على ما قدمته من شرح واف، وسنواصل معكم في هذا الجزء بعض تطبيقات البلازما في حياتنا اليومية. أهم تطبيقات البلازما في حياتنا اليومية هي شاشات البلازما، فمنذ أكثر من 70 عاما اعتمدت أجهزة التلفزيون على شاشات الكاثود، وتتكون شاشات الكاثود من مدفع إلكتروني في أنبوبة مفرغة، وتنطلق الإلكترونات المعجلة باتجاه شاشة فسفورية باستخدام مجالين كهربائيين متعامدين. يمكن مسح الشعاع الإلكتروني على الشاشة بمعدل يصل إلى 25 مرة في الثانية، وتعمل الإلكترونات عند سقوطها على ذرات الفوسفور المؤينة للشاشة على إثارتها، مما تجعلها تعطي ضوء للتخلص من إثارتها. هذا الضوء المنبعث من تلك العناصر الضوئية أو ذرات الفوسفور تكون الصورة التي نشاهدها. هذه الصورة التي نحصل عليها من شاشات الكاثود صورة واضحة ومقبولة، ولكن حجم الشاشة كبير، مما يعني عمق كبير لجهاز التلفاز، ويصبح الجهاز ثقيل ويشغل حيز كبير من الغرفة الموجود بها. ولكن مع التطور الرقمي تم الوصول إلى شاشات عالية الجودة، وهي شاشات البلازما. وهذه الشاشات يمكن أن تصل إلى 60 إنش أو أكثر، وسمكها لا يزيد عن 15 سنتيمتر، ويمكن تعليقها على الجدار كالصورة. هذا بالإضافة إلى العديد من المزايا والخصائص التي تعطي رفاهية ومتعة مشاهدة أكثر من التلفزيونات التقليدية. نحن نعلم أن شاشات الكاثود في التلفزيون الملون تعمل من خلال تقسيم الشاشة إلى مربعات صغيرة تسمى البكسل، وهو عنصر الصورة، ويكون هناك 3 بكسلات لكل من الألوان الأساسية، هي الأحمر والأخضر والأزرق، وتكون موزعة على مساحة الشاشة. وعند اصطدام الإلكترونات بأي من هذه البكسلات يعطي ضوء بلون البكسل، وهذا يكون الصورة. أما في البلازما فيتكون كل بكسل من 3 ألوان، الأحمر والأخضر والأزرق، لكن لا يوجد الشعاع الإلكتروني ولا يوجد الشاشة الفسفورية، وإنما يتم توليد هذه الألوان الثلاثة في كل بكسل من خلال الفلوريسنت لايت أو ضوء فلوريسنت، من خلال التحكم بدرجة شدة كل ضوء فلوريسنت ينتج اللون المطلوب، وهذا يحدث على كل بكسلات الشاشة، وعندها تتكون الصورة كاملة. يتم توليد ضوء الفلوريسنت من خلال البلازما، والبلازما هي غاز متأين، حيث تكون ذرات الغاز منزوعة منها الإلكترونات، ويصبح الغاز مكون من أيونات موجبة الشحنة وإلكترونات سالبة الشحنة. وبالطبع هذا الغاز أو البلازما يحدث في ظروف خاصة، مثل أن يكون الغاز داخل مجال كهربائي كبير ناتج عن فرق الجهد العالي، مما يؤدي إلى أن انجذاب الإلكترونات إلى الطرف الموجب والأيونات إلى الطرف السالب، فتصطدم الإلكترونات مع الأيونات، مما يؤدي إلى إثارة ذرات الغاز في البلازما، وينتج عن هذه الإثارة تحرر طاقة في صورة فوتونات ضوئية، كما هو الحال في مصابيح الفلورسنت التي نستخدمها للإضاءة. يتم في شاشات البلازما استخدام غاز مكون من ذرات النيون وذرات الزينون، وعند إثارة هذا الغاز بالطريقة السابقة نحصل على الفوتونات في مدى الترددات فوق البنفسجية التي لا ترى بالعين المجردة، ولكن هذه الفوتونات تستخدم للإثارة للحصول على فوتونات بترددات في المدى المرئي. تتوزع ذرات النيون وذرات الزينون على آلاف الخلايا المحصورة بين لوحين من الزجاج، كما هو موضح في الشكل المنطقة رقم 2 والمنطقة رقم 6 الموضحة أمامكم. يتصل باللوح الزجاجي الأمامي رقم 6 إلكترود يسمى إلكترود العرض (Display Electrode)، ويتصل باللوح الزجاجي الخلفي رقم 6 إلكترود العنونة أو أدريس إلكترود، وبالتالي تصبح كل خلية ضوئية تحتوي على ذرات النيون والزينون محاطة بإلكترود العرض من الأمام وإلكترود العنونة من الخلف. تحيط مادة عازلة غير موصلة للكهرباء دايلكتريك ماتيريال إلكترود العرض، ومغطاة بطبقة واقية من أكسيد المغنيسيوم لتكون بين الخلية الضوئية ولوح الزجاج الأمامي. كما موضح في الشكل المقابل، اللون الأصفر للإلكترود الأمامي والخلفي والخلايا الضوئية الموضحة باللون الأزرق، ويوجد بجانبها خلية ضوئية خضراء وأخرى حمراء، كذلك موضح الطبقة الواقية الشفافة من أكسيد المغنيسيوم.
وبنظرة شمولية أكثر نلاحظ في الشكل التالي كيف تترتب الخلايا الضوئية على مساحة الشاشة وتقسم الشاشة إلى وحدات صغيرة تسمى عناصر الصورة وتدعى بيكسل، وكل بيكسل عبارة عن 3 خلايا ضوئية للألوان الأحمر والأخضر والأزرق. نلاحظ أيضا أن أشرطة الإلكترود اللون الأصفر بحيث تكون مرتبة في صفوف متوازية، ويكون إلكترود العنونة ممدد على طول الخلايا الضوئية ذات اللون الواحد، ويكون إلكترود العرض ممددا على طول البكسل، وهذا يكون على طول وعرض الشاشة، مما يجعل في النهاية شبكة من الإلكترود. وعملية تأين الغاز في داخل أي خلية ضوئية يتحكم فيها جهاز عرض خاص للشاشة، حيث يتحكم في توجيه الشحنة الكهربائية إلى الإلكترودين المتعامدين، فيحدث التفريغ الكهربائي في تلك الخلية، وتتكرر هذه العملية آلاف المرات في جزء من الثانية. فعندما يشحن الإلكترودين المتعامدين أو المتقاطعين يصبح هناك فرق جهد بينهما، فيمر تيار كهربائي في تلك الخلية الضوئية التي تحتوي على غاز النيون والزينون، فيتأين الغاز ويتحول إلى بلازما، وتنطلق أشعة كهرومغناطيسية أو ما يسمى بالفوتونات اللي هي من نوع الأشعة فوق البنفسجية. تعمل الأشعة فوق البنفسجية المنطلقة من البلازما على إثارة المادة الفسفورية المغلفة للخلية الضوئية، حيث تمتص الإلكترونات ذرات الفسفور فوتون الأشعة فوق البنفسجية، وينتقل الإلكترون إلى مستويات طاقة أعلى، وعند عودة الإلكترون المثار إلى مستوى طاقته الأصلي يعطي ضوء في المدى المرئي. وكما ذكرنا سابقا فإن كل بكسل مكون من 3 خلايا ضوئية، وكل خلية ضوئية مغلفة من الداخل بمادة فسفورية تعطي ضوء أحمر، والثانية تعطي ضوء أخضر، والثالثة تعطي الضوء الأزرق، أي أن هناك 3 أنواع مختلفة من الفسفور لكل خلية ليعطي الألوان الأساسية. وبالتحكم بشدة تيار النبضات الكهربائية الموجهة من جهاز العرض إلى الخلايا الضوئية المختلفة، يمكن الحصول على خليط من الألوان الأساسية لتعطي في المحصلة كل الألوان الممكنة. وحيث أن التحكم يصل إلى كل بكسل، فإن الصورة الناتجة من الشاشة ذات الدقة العالية مهما كانت الزاوية التي ننظر إليها للشاشة منها. مميزات هذه الشاشات: تكون ذات وزن خفيف ومسطحة تماما، وسمكها لا يزيد عن 15 سنتيمتر، مما يجعل تعليقها على الجدران سهل، ومدى الرؤية يكون كبير يصل إلى 160 درجة، والصورة تكون واضحة وذات ألوان زاهية ودقة عالية، ولا تتأثر بالمجالات المغناطيسية حولها، وبالتالي يمكن تثبيت نظام سمعي عالي الجودة دون القلق على التأثير المغناطيسي للسماعات على الشاشة. من التطبيقات المهمة للبلازما في حياتنا اليومية هي تطبيقات البلازما في المجال الطبي. تكثر المراهم والمضادات الحيوية التي تباع في الأسواق لعلاج الجروح المزمنة، بيد أن استخدامها يكون أحيانا غير مجد بالنسبة لبعض المرضى. باحثون فيزيائيون تمكنوا من حل هذه المعضلة باعتماد طريقة بسيطة وفعالة. توجد عوامل عديدة تؤخر وتؤثر على عدم التئام الجروح، من بينها وجود بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية التي تؤثر على قدرة الجسم على التئام الجروح بشكل طبيعي. تقنية البلازما الحديثة ساعدت المرضى الذين يعانون من هذا النوع من المرض، إذ تبين وفق العديد من الأبحاث الطبية أن البلازما المؤلفة من جزيئات معينة تستطيع قتل كافة أنواع البكتيريا وخاصة المقاومة للمضادات الحيوية. تقنية اتضح أنها قادرة على تعقيم الجروح وبالتالي التسريع في التئامها ثانية، وهو الأمر الذي دفع الباحثين لتطوير جهاز قادر على تعقيم كل ما يمكن تصوره، أي تعقيم الأيدي والأطعمة والأدوات الجراحية، وحسب ما تؤكد الأبحاث في هذا المجال. ومن خصائص هذا الجهاز قدرته على توليد البلازما الباردة، أي يتم توليد الغاز المعين جزئيا، وإذا كان الجرح في اليد على سبيل المثال فإن الغاز يمكنه أن ينتشر في كل مكان بما في ذلك تحت الأظافر وفي الشقوق الصغيرة، ويقضي على البكتيريا والفطريات والفيروسات الموجودة على الجلد بسرعة فائقة. ولعل أهم ما يميز تقنية العلاج بالبلازما هو إمكانية علاج الجروح المستعصية التي يصعب علاجها بالمراهم، ويفسر ذلك بأن البلازما
بحالة غازية، وبذلك يمكننا الوصول إلى مناطق أصغر بكثير من المناطق التي نصل إليها بالسوائل والمراهم مثلا، أي أنه نستطيع الوصول إلى مناطق صغيرة جدا يمكن للبكتيريا التمركز فيها. والميزة الإيجابية من العلاج بالبلازما هي إمكانية الوصول إلى البكتيريا من عدة جهات. حققت البلازما الباردة نجاحات كبيرة في معالجة الحروق والجروح المزمنة، مع أمل كبير بتحقيق نجاحات مماثلة بمعالجة السرطان باستخدام قلم البلازما. ما تزال الأبحاث قائمة لمعالجات أخرى والتحقق من عدم وجود آثار جانبية ضارة. إن المادة المسؤولة عن الشفاء بقلم البلازما هي البلازما المبردة إلى درجة 30 درجة مئوية، والإنتاجها تستخدم كمية أقل من الطاقة التي قد تنتج درجة حرارة بين 20 إلى 30 درجة مئوية، وبهذه الدرجة تكون صالحة للاستخدام على البشرة. ويذكر الأطباء أن لمتابعة العلاج والوصول إلى النتائج المرجوة يجب على المرضى التحلي بالصبر، لأن هذه الطريقة قد تحتاج لأكثر من سنة لضمان العلاج التام والدائم. كما استخدمت هذه الطريقة الجديدة لمعالجة أورام الوجه كبديل عن الطرق التقليدية كالعلاج الكيميائي أو الإشعاعي التي تنهك جسد المريض، حيث لا يطبق العلاج على المريض مباشرة، بل تؤخذ أنسجة سرطانية من المنطقة المصابة كالأنف مثلا، وتقطع البلازما إمدادات الطاقة عن الخلايا السرطانية، مما يؤدي إلى القضاء عليها دون حدوث أضرار بالخلايا السليمة المجاورة. وستتابع الأبحاث والتجارب لمعرفة إمكانية تطبيق هذا النوع من العلاج على الجسم. كما أظهرت نجاحاً في بعض المعالجات الطبية، إذ أثبتت التجارب والأبحاث فعالية البلازما الباردة في معالجة الحروق الكبيرة والندبات والثآليل والشامات، إضافة إلى إمكانيتها على القضاء على الخلايا السرطانية دون ألم، فضلاً عن أنه عدم تسجيل أي آثار جانبية. نشكر حضوركم ومتابعتكم ورشتنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.